فهنا أفضلية الرجل للمرأة راه ماشي بالتحكم العسكري والأوامر، بما أنفاق يعني الفلوس السلسلة السلسلة يقابل البيت ديالو، معناه هو اللي يعمل ويكد. ولا الشاب عموما منعوه من العمل، يدفعون النساء للعمل، فالمرأة عندما تعمل في معمل صناعة مثلا بالسيارة، وهذا هو غشاء المغرب، تأتي إحدى هن بسيارتها وتأخذ رجل مجاز عاطل عمره 30-35 سنة، تأخذه بسيارتها وتدفع عنه العصير، تخلص عليه يعني العصير المقام، وتأخذه كعاهر. نعم هذه الواقع، هذه الحقيقة. السلام عليكم. في هذا المشهد الجميل سنشاهد تشكيلة جميلة من أدوات المنزل، المطبخ، قشوع المواعي الدارجة. ضروري نتكلم شوية لغة عربية مكسرة دارجة شرقية، لأن في كثير من الأصدقاء والصديقات والأصدقاء من المشرق وهذا يقول لك يعني تكلم هيك أحسن نحن نفهمك، بينما أغلب اليوتيوبرات المغاربة لا نفهمهم، لأن المغاربة كيهضروا بالدارجة المغربية، فهمت هذا الشيء هذا، فلازم نتكلم شوية هيك وهيك عشان نتواصل مع اللبناني والمصري والكويتي والجزائري والموريتاني والمغربي كمان، ما في مشكلة، المهم نتواصل، لدينا لغة عربية يقراها بني قروين والألمانيون وما إلى آخره، فلازم نتكلم بالحد. هجرنا المطابخ وهجرنا المملكة وتوجهنا للشغل. هما ما توجهوش للشغل يعني هكذا، وإنما وجهوا، هناك دافع ودوافع شيطانية إنسانية تقول للمرأة عليك أن تستقلي اقتصاديا، عليك أن يكون لديك مسؤول لكي لا يسيطر عليك الرجل. هذا في جانب من الصواب وجانب من الحقيقة، لأن أغلب الذكور ولا أقول الرجال يحتقرون المرأة ويهينونها، وهذا مشاهد، بل نسمع هناك من يضرب زوجته ويضرب ابنته ويضرب أخته ويضرب. ربما تقول النساء يا بطار يعني المرأة عندك تسوي بس المطبخ والتنظيف، لا، أنا لما أكون في المستقبل البعيد والقريب رئيس دولة عظمى مثلا في بلاد العرب، سأمنع المرأة من الشغل والعمل، الشغل الذي ليس ضروري لها، مثلا طبيبة، مهندسة، أستاذة لتعليم البنات، ممرضة، طبيبة مختصة بأمراض النساء، كل هذه الأطر وهذه الحاجات لا بد منها، ولكن تشتغل في النجارة والميكانيك وتنظيف ما بدري وتسوق شاحنة وتسوق طوبيس، هذا مهانة للمرأة. المرأة كلنا نعرف أن الجنس اللطيف، فلما تجيك واحدة من الشغل ميكانيكية ولا نجارة ولا في البناء ولا ما بدري، يديها حرشة يعني تلمسك يعني كأنها كيس حمام هذا ولا شو، هذا الذي يجب أن ننتبه له. فعمل المرأة نعم في إطار الإسلام، نعم كمسلمين تشتغل المرأة، ولكن ليست في كل الأعمال. مثلا أصبحت النساء الآن تكتسح مناصب الشغل والإدارات
بينما الرجال والذكور يهمشون. لماذا التهميش؟ ناخذ مثال التعليم مؤخرا، مباريات التعليم عندنا في المغرب، كم كانت نسبة الفائزة من النساء؟ تخيلوا 83% من النساء فازت في المباراة، مقابل ايش؟ مقابل 17% للذكور. هذيك حتى الذكور كسالى، وعلاش شحال هذي ما كانوا كسالى؟ دابا عاد بانوا كسالى. عدد المناصب التي فازت بها النساء كإطار أستاذ 14,000 منصب، 14,000 منصب، 14,000 منصب أستاذ. والرجال كم حصلوا؟ 3,000. لهذه الدرجة؟ نعم لهذه الدرجة. ولماذا هذه الكوطة كلها؟ لأن الغرب يفرض على الدول العربية إبراز المرأة وحقوق المرأة وكذا وكذا إلى آخره. المرأة لم تنتبه لشيء خطير، عندما تصبحين موظفة ولديك سيارة والرجل قاعد لا يشتغل، من أين لك الزوج؟ فالمفروض أن الوظيفة يحصل عليها الرجال أولا، يعني الرجل هو الذي يبني أسرة ويأتي بك أنت كزوجة ويصرف عليك رغم أن أبي وأمك. لكن العلماني ماذا يقولون للمرأة؟ عليك أن تشتغلي وتكسب المال وما المال لكي تكوني مستقلة اقتصاديا وتحسن وتكون لك شخصية، تستطيعين أن تقولي لا إذا قال هل نحن في الحرب؟ العلاقات الزوجية تبنى على أسس ومبادئ الإسلام طبعا الذي نجهله ولا نعرف منه إلا زخرف القرآن الظاهرية. أما الإسلام كروح وكعقيدة وكدين وكسلوك فليس بيننا وبينهم إلا الخير والإحسان، لنكون واضحين مع أنفسنا. فالمخطط لجهنم الذي ترعاه الدول العربية هو تأنيث الأطر والمؤسسات وزرع النساء وتشطيب الرجال من القائمة ومن الوجاهة. والنتيجة ماذا؟ أنت ستشتغلي وتكسب المال وتشتري سيارة، والرجل بطال ليس لديه ثمن كاس قهوة يشربه في المقهى، فتأتين أنت بالسيارة، وهذا هو أشياء المغرب، تأتي إحداهن بسيارتها فتأخذ رجل مجاز عاطل عمره 30-35 سنة، تأخذه بسيارتها وتدفع عنه العصير، تخلص عليه يعني العصير في المقهى، وتأخذه كعاهر. نعم هذه الواقع، هذه الحقيقة. يجب أن لا ندفن رؤوسنا في الرمال كما تفعل النعامة، أنا بالعاصمة. يجب على الرجال أن ينتبهوا لهذه المسائل. فالمخططات العالمية الدولية التي ترعاها الماشونية والصوك هذا إلى آخره في منحة، تصب في منحة تدمير المجتمعات العربية والإسلامية عموما، تدمير الأسرة بالأساس. هي قصة في الحقيقة، قصة مريرة وطويلة سنتطرق إليها بشذرات وحلقات متفرقة، لأن هذه المسائل إذا ما فهمهاش الإنسان سنظل ندور في حلقة مفرغة كالحمار في الرحم، يعني باختصار مفيد. فلذلك يجب على الناس أن ينتبهوا لأنفسهم. والفيلم كامل على من قيم الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فهنا أفضلية الرجل للمرأة راه ماشي بالتحكم العسكري والأوامر والنواهي، بما أنفق يعني الفلوس تصير خسرها، تصير صرف يقابل البيت ديالو، معناه هو اللي يعمل ويكد، عرفت كيف؟ ولكن هما دابا الراجل ولا الشاب عموما منعوه من العمل ويدفعون النساء للعمل. فالمرأة عندما تعمل في معمل صناعة مثلا خياطة أو إلى آخره تعمل 15 سنوات وبعدين تتزوج فتخرج، لما تخرج تهنوا منها، ما في لا تقاعد لا سينيسيس ولا متابعة. بينما إذا شغلوا الرجل سيشتغل لكن سيكون نقابة ويبدأ يطالب بالحقوق والمزيد. لماذا؟ لأنه قوام عايز ينفق، بده ينفق على زوجة وأولاده وأسرة وأم، فيطالب بالحقوق وربما يخرج مظاهرات ويطالب بالمزيد. المرأة مسكينة لها، كل ما تأخذه تخسره في مكياج وملابس وكذا وتعيد الكرم الجديد وهكذا، فهم مستفيدون، فلذلك يشغلونها. لهذا على الشباب والرجال أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي حلت بنا. أغلبية
المناصب تأخذها النساء والشباب والرجال عاقلون عاقلا. ثم يقولون انتشر الزنا، انتشر الفساد، انتشر أبناء الحرام، انتشر، كيف لا ينتشر؟ الناس كيف يتزوج هذا الرجل وهو قاعد بلا شغل، يدرس ما في وظيفة ولا شغل ولا يشتغل، المال اللي يكسبه ما فيش كفاية عشان يبني أسرة يعني. على أيين هذه المسألة ديال إعطاء الوظائف للمرأة وتهميش الشباب والرجال ويبقوا قاعدين بلا شغل، هذه قصة طويلة عريضة، حاجة إلى حلقات وليست حلقة واحدة. خلينا نشوف هذه المناظر الجميلة ديال المطبخ والأواني التي تهم المرأة. للأسف الشديد المرأة هملت كل هذا واتجهت إلى العمل وامتزحم الرجال وكان ما كان مما ترونه في المجتمع، حيث يتزوج مئة يطلقوا 70% و 30% اللي بقاو عايشين مشاكل على مضض. المهم حلقات سنتكلم عن هذه الأشياء. تابعونا ولا تنسى سبسكرايب ولايك وشكرا لكم.